بالرجال، ولكنهن رغم ذلك تميزنا وبرقت أسماؤهن في مجال صعب. سيدة بثينة، من هي صاحبة الأعمال؟ ما هي مميزاتها؟ ما هي طبيعتها؟ هل أنا مثلا ممكن أن أكون سيدة أعمال؟ بطبيعة الحال سيدة الأعمال ما نقدر نسمي أي شخص أو سيدة أعمال. هناك في متطلبات لخوض مجال المال والأعمال، في سكيلز معينة، في كابابيلتيز معينة، في اكسبيرينس لازم تنبنى. في بنات طبعا جانا احنا ككونسلتيشن عندنا في قطريات يقولون لي بثينة احنا والله متخرجين من كلية إدارة واقتصاد نبي نبدأ بزنس. الشغلة مش بسيطة، الشغلة محتاجة نفس طويل وباع طويل، وعلشان كذا احنا عندنا التريننج اند ديفلوبمنت. الشركة اللي انا عندي او اسستها فيها برامج معينة نستطيع من خلال هذه البرامج تقوية شخصية سيدة الأعمال. احنا ما نقدر ننمي فيها انها هي تبدأ بزنس، لا، هي يكون عندها طبعا الحلم ويكون عندها الموهبة، لكن محتاجة لتطوير هذه الموهبة وتحقيق هذا الحلم. في مهارات ترتبط بالكوميونيكيشن سكيلز، في مهارات ترتبط بالفاينانشال سكيلز، في مهارات ترتبط هاو تو ديل وذ يور كاستمر، هاو تو ديل وذ يور كومبيتيتور. الماركت صعب، في كومبيتيشن عالي، الكلتشر يختلف من كلاينت للكلاينت، طريقه تفكير الكلاينت، طريقه تسويق المنتج او الخدمه، كلها محتاجه لسكيلز وتدريبات معينه. طيب، انا برايي الشخصي هاو ار يو دوينج ذات، كيف أنتم how do you manage your time؟ لأنه من الصعب جدا بين الشغل وما بين البين وما بين البيت وما بين الزوج وما بين العائلة وما بين كل المسؤوليات اللي في الشغل وفي البيت، يعني كم من الساعة لازم يكون متوفر في اليوم حتى تعملوا كل هذا؟ يعني سيدة حنان، ما في شك أنه موضوع الwork life balance بحد ذاته أخذ اهتمامات كتيرة، بس نحن ما بقى فينا انه الست وصلت لمستوى عالي من العلم، ف يعني ولا ممكن انه هالانفستمنت اللي انعمل بهالست علميا انه ما يستغل على صعيد المجتمع. هلا اكيد في مخلوق اللي موجود بالمجتمع اللي بتخلف وبتجيب أولاد، وطبيعي أنه رح يكون في عندها برايورتيز تعطيها لعائلتها، لأنه هيدا بالأصل هو الموضوع الأهم المتعلق بأنوثتها. بيبقى أنا شخصيا إذا بدي أحكي عن تجربتي، أنا كنت I was after quality time، بمعنى أنه يعني كان مثلا حتى بوجود السواق عندي بالبيت، إذا أنا بدي أروح على سوبر ماركت مثلاً حط الولاد معي وروح أنا وياهم على سوبر ماركت وفرجيهم كيف مثلاً نتسوق، كيف إنه مثلاً منطلع على الكونتينس. بنتي هلأ بلندن بعثت لي تقول لي إنه بتذكر عم بعمل شوبينج وبتذكر كيف كنت أنت تعلمينا، she got to recall this. So every time كل مجال بكل لحظة لازم يكون في عندها الست approach لتكون عم تعطي quality time للولاد. والحقيقة يعني على مجرى حياتي أنا، لأنه كان ولادي صغار لمن كنت بلشت الشغل، كنت حس إنه في فرق بيني وبين أمي التانيين يلي هني ما كتير عم يشتغلوا. أود أن أتعمق أكثر في موضوع البيئة والمناخ. سيدة وفاء، بحكم تجربتك، ما هي البيئة التي تسهل خروج صاحبة أعمال ناجحة؟ بالنسبة لك هل هي المدينة أم الريف؟ العائلة الثرية أم العائلة المتواضعة؟ يعني هل هناك مناخ، بيئة، وضعية معينة تسهل أكثر نجاح المرأة؟ طبعا هناك بيئة معينة تسهل نجاح المرأة. يقال أن إذا كانت القوانين لبدء عمل إذا كانت مسهلة في البلد، فهذا يسهل المرأة أن تبدأ عمل. رح أرجع على الإنجليزي لأنه عملت شوية، أنا دربت كسوسيولوجيست وبحب كتير أقرأ السوسيولوجيكال ريسيرشز. أنا وعم بتحضر لهالبانل لقيت في استحصاء عملوه بالسنة 2003 بنتنمية عن النساء الانتربرنور في الامارات، وكان
I think استحصاء حلو إنه شارك معكم سيداتي. أعطوني بس دقيقتين. أول شيء عملوا research عن what is the profile of a woman entrepreneur. لقوها إنه هال woman entrepreneur she's usually young, well educated. She has a BA or an MA, and she has some management skills. She's had worked for maybe 4 to 8 years, most probably in government institution or in a company that trained her in some way before she decided she wants to start up her own business. So these are the prerequisites of a woman entrepreneur from the character point of view. However, in order for entrepreneurship to flourish, it has to have certain criteria. Mm-hmm. Number one, legal. I speak again about legal. It is so important that the legal atmosphere or the laws in a country help rather than hinder women when they want to establish their own business, and that the laws are good for employees, because a woman, when she has her own business, will have to hire people. So the laws have to be also kind and fair towards employees. سيدة إيناس, بحكم أنك أولا تونسية وأيضا في سويسرا وعشتي خارج وسافرتي وعندك علاقة بسيدات الأعمال العرب والخليجيات, في كلمة وهي أهمية القوانين والدعم السياسي للمرأة, بوجهة نظر موضوعية, هل هناك تطابق ما بين هذا الخطاب السياسي والواقع؟ Well, I think there have been a lot of progress. I would say first around the world, if you look 50 years ago, it's not just in the Arab countries, but in Europe, you had very little women in powerful positions. Today that has changed in a lot of countries. We have women head of state in Muslim countries, so it's definitely not religion that prevents women to succeed and be in an important position. I think for sure the legislation and the law is important as a first step to change the mentalities and give a legal framework for the woman to succeed. And it's undeniable that if you look at the US, for example, where the laws against discrimination being among genders or race, I won't say it's a completely equal society, but I think there have been a lot of progress made because it was forced by law. So if we take an example of US companies, and if we take Citigroup as an example, there are a lot of women in important positions. And I would say myself, as a woman having started in the banking business, where the majority are men when you start getting to a certain level. But being a woman, I never felt that I was restricted before because I was a woman. Of course, I feel I have to prove myself more than a man, but I think that's society in general. But I think if we have the thrive and we are educated and give ourselves the chance to do it, we can do it. But there are a lot of challenges. Now, when it comes to, sorry, to complete answer your question, I think if I look around the Gulf, I mean, I can't pretend to have enough experience, but I've been to Kuwait for many years, and I see a lot of powerful women in Kuwait. And again, it depends on the families. Mm-hmm. If the family is open and the mothers are educated, then the woman can be very powerful and successful. Okay, I think it looks like there's still a few more people going. We're going to go ahead and get started with the last panel of what I think has been a very exciting day and a half. And we like to think as the last panel that this will be the best panel, and we hope that you'll agree after we finish.